وللوقوف أكثر على كلمة مملكة البحرين في الأمم المتحدة، يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف السفير والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الأسبق الدكتور جاسم محمد بوعلاي. نرحب فيك دكتور في نشرة الثامنة. وكلمة مملكة البحرين التي ألقاها نيابة عن جلالة الملك المعظم سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمام أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة حملت الكثير من الرسائل العميقة والمضامين الهادفة، كيف ترون أبعادها وإلى أي مدى برأيكم لامست الحضور العالمي الذي كان حاضرا في الاجتماع؟ مساكم الله بالخير، أحييك وزميلتك ومشاهديك ومستمعيك وأشكركم على الاستضافة. لقد جاءت كلمة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء متناسقة ومتناغمة مع المكان والزمان اللذين ألقيت فيهما. فالمكان هو قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة التي يجلس فيها ممثل الدول الأعضاء 193 وعلى أعلى مستوى التمثيل من رؤساء الدول أو من ينوب عنهم. نعم. والزمان هو الأسبوع الأول من افتتاح الدورة 79 للجمعية العامة، حيث تعبر الكلمات التي تلقى عن مواقف الدول من بنود جدول الأعمال التي تزيد على 100 بند يجري بحثها واتخاذ القرارات بشأنها في منظمة هي الوحيدة في العالم المناطة بحفظ السلام وتحقيق التنمية للإنسان على هذه الأرض. لقد وضع سموه هذه الاعتبارات في كلمته، بادئا ليس بالشأن الوطني على أهميته ولكن بالشؤون الدولية، مشيرا إلى عالمنا المضطرب من جهة والمتغير من جهة أخرى. ولقد أدرك سموه بأن عالما كهذا يحتاج إلى جهاز مطور يتماشى مع العصر الحديث، وبالضرورة خصوصا بعد مضي أكثر من 79 عاما على إنشاء منظمة الأمم المتحدة. فبدأ بقوله وأقتبس: اليوم ندعم الدعوات لإصلاح الأمم المتحدة لضمان أن تعكس الحقائق الجيوسياسية الحالية. انتهى الاقتباس. بطبيعة الحال من غير المتوقع أن يخدم جهاز عريق عالما متغيرا، ومن هنا جاءت الدعوة للإصلاح. ثم عرجت الكلمة على الشأن الوطني وما تحققه المملكة لشعبها من خطط تنموية اجتماعية تسعى لإسعاده. وللتأكيد مجددا تطرقت كلمة سموه إلى الدور الذي تلعبه المملكة إقليميا ودوليا، فهي تؤمن أن التواصل بين الدول خير ضمان للتعاون المثمر لتفادي الاختلاف الذي يؤدي حتما إلى التصادم. وتكريسا لما ورد في الكلمة من حرص المملكة على التعاون الإقليمي والدولي بينها وبين باقي دول العالم، تمشيا لما رسمه وخطه جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه للحكومة الرشيدة برئاسة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، من توجهات سياسية وتنموية تجعل من مملكة البحرين في مصاف الدول النامية المتقدمة. جاءت خاتمة الملك الكلمة معبرة عن ذلك. نعم. وجه سموه نداء جماعيا بقوله وأقتبس: دعونا معا نؤكد من جديد مسؤوليتنا المشتركة في دعم وحماية الكرامة الإنسانية وضمان بقاء النظام الدولي قوة من أجل الخير. وهذا لعمري يعكس إيمانا راسخا بنظام المتحدة. نعم. ومنظمته التي يسعى الجميع إلى ضمان تقوية فعاليتها في الحضور والأداء. نعم، السفير والمندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة الأسبق الدكتور جاسم محمد بوعلاي، شكرا جزيلا لك.